هذه الدورة الاستثنائية ديال المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللي كتجي بعد تعيين الأعضاء الجدد ديال المجلس الإداري من طرف الهيئات الممثلة في المجلس. هذه غتكون عمليا الدورة الأولى، وبالتالي غنكونوا أمام موعد غنكونوا مع موعد مع تعيين نائبي الرئيس بالإضافة إلى رؤساء اللجان وباقي الهياكل ديال المجلس الإداري على كل حال، وتحضير برنامج العمل السنوي لهذه اللجان بالإضافة إلى برنامج السنوي ديال المجلس ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والميزانية ديال 2021، بالإضافة إلى بعض النقاط اللي هي أساسية عندها طابع اجتماعي وكنت تنتظر منذ سنوات طويلة، خاصة ما يتعلق بإدماج المتعاقدين ديال الوحدات الطبية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. هذا غيكون واحد المكسب كبير لهذه الفئة، وبالتالي لابد أننا نتوقف عنده. صحيح أن الأمر يتعلق بدور استثنائية، ولكن إن شاء الله غندوزوا هذا القرار، وكنشكر بالمناسبة جميع يعني اللي ساهموا في إخراج هذا القرار الحيز الوجود من هيئات نقابية وقطاعات حكومية، بالإضافة إلى قطاع الشغل هناك قطاع المالية أيضا اشتغل معه بتنسيق من أجل إخراج هذا المقترح هذا وهذا المشروع إلى حيز الوجود. لذا بالإضافة طبعا إلى أن الدور العادية نبدأ أن نشير أنها إن شاء الله قريبة بعد شهر غتكون عندنا الدور العادية اللي غتكون القرارات المتعلقة سواء بالنظام العام أو النظام ديال التغطية الصحية اللي غتكون القرارات المتعلقة بهذه السنة ككل إن شاء الله في الدور المقبلة. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.